بعد هدفه السابق في مرمى نادي ساو باولو، عاد إسلام سليماني هداف المنتخب الوطني الجزائري ونادي كوريتيبا البرازيلية، عاد لممارسة هوايته المفضلة حينما زار شباك منافسه برأسية جميلة ضاعفت تقدم ناديه في النتيجة. إسلام سليماني الذي تعرض لانتقادات كبيرة في جولتين الأولى والثانية بدأ يندمج تدريجيا في أجواء الدوري البرازيلي رغم وضعة النادي الذي يلعب له والقابع في ذيل الترتيب. للتذكير، فإن إسلام سليماني هو أول لاعب عربي وأفريقي يسجل في الدوري البرازيلي ليواصل كتابة ملحمته الخاصة التي تستحق التقدير والإشادة للاعب تخرج من البطولة الوطنية بكل مساوئها.